لو الحكاية فيها إن فيتو احنا عاملين وقفة لكمل الفساد الفظيع اللي بقى في الجهاز ورئيس الجهاز اللي ما عندوش اي مبالاة لا بالسكان ولا بالمدينة. كويس، المدينة اللي احنا تعبنا كتير اولا عشان نبنيها، احنا لما جينا بنيناها كانت صحراء. كويس، تعبنا كتير وكل واحد من دول تعب كتير عشان يبنيها، والنهاردة اللي ما تعبش صرف ملايين علشان يسكن فيها، النهاردة المدينة اصبحت عشوائية والعشوائيات اتملت في المدينة، سواء مواقف عشوائية سواء أماكن تجمعات عشوائية. معلش أنا مش المفروض إن أنا أنزل من بيتي الصبح ألاقي حد عامل لي نصبة شاي على جنب وحد واقف لي بعربية فول وعربية كشري والكلام. الناس دي بتاكل عيش، وفر لهم حضرتك أماكن بديلة، لأن عندك أماكن كتير قوي بدل ما بتسقعها، لا وفر لهم، وفر للناس دي كويس الميكروباصات اللي بتقف مواقف عشوائية في أي حتة في أي مكان، ديت نظمها كويس. المساحات الخضراء اللي المفروض دي متنفس لينا اللي انت هدرتها وباصبحت ملهاش اي قيمه كويس، وبتاخد فلوسها مننا كويس. لا يعني اولا باظت، اولا ما فيهاش اضاءه، ثانيا ايه احنا بنطالب باقالته ومحاكمته ومحاكمه مجلس الاداره اللي معاه مجلس الامراء، لان المهزله وكم الفساد اللي اصبح موجود في المدينه فوق الوصف.